مناسبة يعني، ولو ان هذا شأن محلي ما ودنا يعني يكون موجود معنا، بس بسألك ما دام انك انت موجود معي، المحرك وصل الان الى الرتوش النهائية في الموسم القادم ولا لا تزال الامور ما حسمت الى الان كمشاركة في الدوري؟ كمشاركة في الدوري في الدوري السعودي؟ اي اي طبعا احنا عدينا من مرحلة موافقة الاتحاد الاسيوي وانتقلت الى الفيفا، لجنة شؤون الاتحادات اللي هي الممبر اسوسيشن كوميتي، صحيح للبت فيه والقرار فيه. طبعا احنا ما زلنا ننتظر هذه الموافقه، والاجتماع اعتقد اذا ما خاب ظني في الربع الاول من هذا في ابريل اعتقد فبراير أو فبراير مارش يعني اتوقع. صحيح، ارجو لكم التوفيق، ارجو لكم التوفيق شيخ، دعواتنا القلبيه ان شاء الله ان نشوف البحرين دائما في العلالي باذن الله. ان شاء الله جميعا مع المنتخب السعودي والاماراتي جميعا ان شاء الله موفقين. موفقين شيخ، شكرا لك. شكرا. شيخ علي بن خليفه الخليفه رئيس الاتحاد البحريني لكره القدم. نروح نشوف الاهداف، تبتعلقون على كلام الشيخ اول شيء. طيب خلونا ودونا الاردن ما يخالف، خلينا نروح نشوف الاردن.